الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. آخر قاعدة عندنا: يجب البعد عن المحاذير الخمسة في باب الأسماء والصفات. يجب البعد عن المحاذير الخمسة في باب الأسماء والصفات، بين قوسين التحريف، التعطيل، التمثيل. التكييف، الإلحاد. هذه من أخطر الحفر التي يجب عليك أن تتقي الوقوع فيها إذا جئت تبحث في باب الأسماء والصفات. فالتحريف لغة هو التغيير والتبديل، وأما اصطلاحا فهو تغيير النص لفظا أو معنى، وقد قسمه العلماء إلى قسمين. طبعا هذا باختصار: تحريف لفظي، وهو التحريف الذي يعمد المحرف فيه إلى تغيير ظاهر اللفظ، وإلى تحريف معنوي، وهو أن يبقي المحرف اللفظ على ما هو عليه ولكن يسحب دلالته الصحيحة ويدخل بدلها دلالة باطلة، فإذن هو تحريف معنوي. والتحريف بأقسامه محرم بإجماع العلماء. يقول الله عز وجل في بيان: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وأما التعطيل لغة فهو التفريغ والإخلاء، واصطلاحا إنكار ما يجب لله عز وجل من الأسماء والصفات، إنكارا كليا أو جزئيا. إنكارا كليا كإنكار الجهمية، فالجهمية أتباع الجهم بن صفوان لا يثبتون لله لا اسما ولا صفة. أو إنكارا جزئيا كإنكار المعتزلة الذين يثبتون الأسماء ويحرفون الصفات، أو الأشاعرة الذين يثبتون الأسماء كلها ولكن عجزت عقولهم في باب الصفات عن إثبات ما زاد على السبع التي جمعها السفاريني بقوله: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم واقتدر. هذه الصفات التي يثبتها. فإذا تعطيل الجهمية هو التعطيل الكلي، وتعطيل المعتزلة والأشاعرة هو التعطيل الجزئي. وأما التمثيل فهو حكاية مماثل، التمثيل هو إثبات مماثل، كأن تقول: وجه وليد يماثل وجه محمد. أنت الآن هذا مماثلة لأنك قرنت شيئين متماثلين. وأما التكييف فهو حكاية الصفة غير مقرونة بما يماثلها. فإذا قيل لك: ما الفرق بين التمثيل والتكييف؟ فتقول: التمثيل هو حكاية الصفة مقرونة بمماثل مشاهد، وأما التكييف فهو حكاية الصفة غير مقرونة بمماثل. كأن أقول لك: سيارتي كسيارتك، هذا تمثيل ولا تكييف؟ تمثيل. لكن لو قلت: سيارتي لها أربع مقاود، ولها 600 كفر، هذا تكييف ولا تمثيل؟ تكييف، لأنني أحكي صفة لا مماثل لها. فإذا صفات الله يحرم فيها هذا ويحرم فيها هذا، يحرم فيها التمثيل أي تقرينها بمماثل، ويحرم فيها التكييف حتى مجرد الكلام فيها، حتى ولو ما مثلتها بشيء مجرد الكلام فيها محرم. وأما الإلحاد لغة فهو الميل، ولذلك يقال للملحد ملحدا لأنه مال عن الاعتقاد الصحيح، واصطلاحا هو الميل عن الاعتقاد الصحيح. فكل من مال عن الاعتقاد الصحيح فهو ملحد. احذروا من هذه المحاذير الخمسة. فإذا نثبت أسماء الله عز وجل وصفاته من غير، انتبهوا، تحريف، ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا إلحاد. والله أعلم.